البسملة لقب لأيش يا اخوان؟ لبسم الله الرحمن الرحيم يقال عنها البسملة وهي تختلف عن التسمية التسمية ما هي التسمية؟ هي قول بسم الله يقال التسمية على الطعام، التسمية على الشراب، التسمية على الوضوء التسمية على الذبيحة تقول بسم الله أما البسملة لقب البسملة ها لقب ليش؟ هي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحمد لله لقب ليه؟ الحمد لله والتسبيح سبحان الله والتهليل لا اله الا الله الحوقله لا, لا حول ولا قوه الا بالله هذه سمونا نحت يعني تنحت كلمه من هذه الجمله فنحتت البسمله من بسم الله الرحمن الرحيم نعم